وينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ سعد الراوي نائب رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الأسبق. مرحبا بك سيد الراوي. أهلا وسهلا حياكم الله. أهلا بك سيد الراوي. دعني أبدأ معك مما صرحت به مؤخرا وهو أنه من الصعب اليوم إيجاد قانون انتخابي تشرعه قوى سياسية مختلفة في رؤيتها حول النظام الانتخابي وطريقة توزيع المقاعد للفائزين وترسيم الدوائر الانتخابية. كيف من الممكن اليوم تقييم هذه الحالة؟ يعني بصراحة أنا متابع لهذا الموضوع لأن أنا مفوضية الانتخابات من 2004. نعم. حتى بعد خروجي منها أتابع وأكتب المسودات اللي طرحت بحدود 5 مسودات، أكثر من واحدة من رئاسة الجمهورية وأخرى من رئاسة الوزراء. نعم. اللي من رئاسة الجمهورية تتبنى مرة الأقضية كدوائر انتخابية، ومسودة أخرى تطلب الدوائر فردية لكل. نعم. دائرة يخرج نائب واحد فائز، كما في ماليزيا 192 دائرة يطلع 192 فائز. اليوم عندنا هذا الخلاف بصراحة. نعم. يعني اليوم ما أعرف بالبرلمان هل يناقش مسودة رئاسة الجمهورية أم رئاسة الوزراء، وكل المسودات هنالك فرق شاسع طبعا، اكو فرق بتوزيع الدوائر يعني هذه مشكله بصراحه ما اعرف. يعني انا اعتقد سيتفقون بالاخير، لكن سيكون تغيير بقانون الانتخابات وليس اصلاح. نعم. الاصلاح الشامل ان ناتي بكل بنود القانون. يعني اليوم اريد اطرح موضوع طريقه توزيع المقاعد. نعم. المفروض هناك بيانات وادله وقرائن وايجابيات وسلبيات لكل طريقه. أريد أغير النظام الانتخابي. النظام الانتخابي هناك 3 أنظمة رئيسية وأكثر من 200 نظام فرعي. صحيح. المفروض من أطلب تغيير من نظام التمثيل النسبي إلى نظام الفردي أو النظام الأغلبية، لازم أجي أطرح وين اختلفنا بالطريق التنظيم النظام النسبي. أين الخلل؟ هل الخلل في التطبيق أم الخلل في القانون؟ أعتقد هناك خلل في التطبيق أكثر ما خلل في القانون. أريد أغير طريقة توزيع المقاعد. نعم. من طريقة سانت ليغو إلى طريقة دي هونت أو طريقة القاسم الانتخابي الأكبر أو طريقة أخرى. كل طريقة فيها مزايا وعيوب، ودائما أقول ليس هناك قانون انتخابي نموذجي، وإن كان يصلح لدولة لا يمكن أن نأتي به قالب جديد للعراق. وهكذا يعني بصراحة كل قوانيننا الانتخابية في المنظومة العربية، في قوانين الانتخابات العربية كلها ما تتجاوز 20 صفحة، أو أقصى شيء يمكن الجزائري يصل إلى 28 صفحة. هذه مشكلة ما يتطرق إلى أمور وقضايا كثيرة. يعني مثلا طريقة توزيع المقاعد، طريقة العد والفرز، أو طريقة الحصول على النتائج بيوم أو بشهر، هذا ما يفصلها القانون. نعم. يعني اليوم بإحدى المسودات على المفوضية إعلان نتائج خلال 24 ساعة، لكن ما يقول هذا، ما يقول شلون طريقة. فهذه مشكلة. إذن أمتى ستجعل المفوضية تصدر أنظمة وتعليمات؟ المفوضية العراقية تصدر أكثر من 15 نظام. نعم. نظام توزيع المقاعد، نظام تسجيل المرشحين، نظام المصادقة على الدعاية، كل هذه أنظمة، نظام العد والفرز، إجراءات العد والفرز، هاي كلها تصادق عليها مفوضية الانتخابات، لأن قوانيننا مقتضبة تشرح لها سطرين والبقية تتركها المفوضية وتجي تلوم المفوضية. أنا برأيي نحتاج قانون يفصل كل هذه الأمور. قانون الانتخابات الأسترالي 522 صفحة، المفوضية ما تحير بأي شيء، تصبح المفوضية جهة تنفيذية. اليوم المفوضية جهة تنفيذية، وكذلك خولها القانون تصدر أنظمة وتعليمات. وهذا التخويل يعني لا، يعني الكتل السياسية أعطتها المفوضية وهي لا ترضى عندما تتصرف المفوضية، وهذه المشكلة ستبقى قائمة. نعم. إذن سيد الراوي، يعني هل تنحصر اليوم المشكلة أو ينحصر الخلل في فهم الحالة يعني تحديدا بالنسبة للعراق، أم مشكلة تطبيق لدينا؟ يعني المشكلة التطبيق طبعا هذه مهمة. يعني اثنين، المشكلة الأخرى أن يعني لا أغير القانون لأجل التغيير. اليوم الكل تريد إصلاح شامل، إصلاح المنظومة القانونية. بصراحة أنا برأيي 6 أشهر أو 4 أشهر القادمة ما تكفي،
ما تكفي، لأن يعني أنا عندي ملاحظات كثيرة يعني وصلتها للجان حتى البرلماني، لكن أنا ما شفت واحد قال لي أنت ليش، أنا طرحت 38 نقطة لكن ما شفت واحد حاورني ليش ذكرت هاي، ليش تقول عدو الفرز هيك أفضل، ليش طريق. فلذلك يعني ماكو حوار بناء، ولا أتمنى أنه هناك يعني تتبنى الأمم المتحدة أو منظمة دولية أو مجموعة منظمات عراقية أو عربية تبنى هذا الموضوع، وتشارك الكل السياسيين وغير السياسيين بهذا المجال. نعم، رفض الشارع العراقي للتعديل الذي طرح من قبل الكتل على هذا القانون، هل هو نابع اليوم من هذه الحالة التي تحدثت بها، أم أن اليوم الشارع العراقي؟ لا أعتقد رأي الشارع يختلف عن رأي الشارع، هو أنه يعني لا تطلب، أنه لا تريد هذه الكيانات السياسية أو الأحزاب السياسية هي التي تعدل. في نظر الشارع ما أعرف، أنا ما أقدر أقرر عنه، يتصور بأنه ستعدل لمصالحها. الشارع يريد يعني، أما هذا سيد رغبي أيضا جزء من الخلل اليوم في نعم هذا، هو هذا المشكلة يعني أنا بدي مشاركة الجميع، مشاركة الجميع. التغيير ليس يجب ألا يكون فقط من أجل التغيير بل من أجل الإصلاح. نعم نعم، هذا هو اللي يعني أتمناه أنا. فلذلك أنا كتبت يعني أكثر من 38 ملاحظة حول هذه المسودة الأخيرة. نعم، عدم التوصل إلى صيغة نهائية في هذا الموضوع تحديدا أيضا يندرج ضمن نقطة الخلافات السياسية طبعاً وعدم فهم طبعاً الحالة يندرج، لكن أعتقد اليوم الضغط أكبر من السابق. يعني دائما التغيير السابق هو فقط في قبة البرلمان، تتفق الكتل ورؤساء الكتل على تغيير ويصير يحدث تغيير، لكن اليوم لا، أعتقد كل شيء يعلن. اليوم أكو خلافات بين الكتل السياسية ستعلن أين نقاط الخلاف، تجي تدخل سواء خبراء أو مختصين أو منظمات دولية أو الأمم المتحدة. نعم، اليوم أعتقد التغيير مو مثل قبل، يعني سيكون هذا الخلاف لصالح القانون، لصالح التعديل، نتمنى ذلك، ولكن يعني ما أتوقع 100%. نعم نعم، دخول أو المطالبة اليوم بدخول خبراء من الجانب الأممي أو من خبراء حتى من المجتمع العربي على هذا الموضوع إلى أين سيقود اليوم؟ يعني أعتقد الخبراء الأمم المتحدة موجودين مع فوق العراق، لكن يعني اليوم أكو تصريح لخبراء للأمم المتحدة بأنه سنعطي اليوم أمثلة للنظام. لا، المفروض بالمسودة، المسودة تقرأ من الأمم المتحدة وتعطي رأيها. اليوم نقاش حاسم بأنه اليوم المفروض ينتهي القانون، لكن ما انتهى لأن الأمم المتحدة جزء ما نعطي رأيها. اليوم أسمع بأنه هي تقدم رؤية وعدة نماذج من الأنظمة والتوزيع المقاعد، أنظمة الانتخابية وطريقة توزيع المقاعد. نعم، سيد راوي، الآلية التي يجب اتباعها اليوم في الانتخابات حتى يقتنع الناخب العراقي، وهذا يندرج أيضا ضمن سياق المواد التي يجب تعديلها ونظر بها، حتى يقتنع الناخب بأن من سيفوز هو نفسه من سيتسلم المنصب. يعني من سيفوز نحتاج بصراحة ثقافة ديمقراطية، هاي نفتقدها كثيرا. نحتاج يعني أكو عزوف كبير، وخصوصا حتى من النخب السياسية أو النخب المثقفة، يعني أكثر نسبة عزوف تكون في مراكز المحافظات اللي هي تشمل اللي فيها المثقفين والجامعات. يعني هذا الموضوع بصراحة يحتاج وقت طويل يعني. نعم، تثقيف. ممكن تغيير القانون، ممكن إيجاد، أنا برأيي تغيير القانون وإيجاد مشروع سياسي وطني عراقي شامل، يعني ممكن هذا يغير كثير من ومرشحين أكفاء. يعني أعتقد هذه التغييرات ممكن تغير كثير من رؤية الشارع والتصويت. وهنا نذهب باتجاه تعديل مسار العملية السياسية حتى يقتنع الناخب العراقي اليوم بالعملية السياسية برمتها. كم نحتاج اليوم لردم هذه الهوة بين الشارع وبين الطبقة السياسية حتى نذهب باتجاه لربما مشاركة أكبر؟ يعني هناك من يقول، يعني بصراحة أنا دخلت بحوارات كثيرة يعني حتى من الذي يطلب الإقالة وتغيير حكومة وحكومة انتقالية، يعني شوف اللي يطلب حكومة انتقالية يطلب انتخابات مبكرة. نعم، المبكرة يعني من لا تتجاوز 6 أشهر. أسأل من يصيغ قانون الانتخابات؟ يسكت. طيب أنت تريد غير قانون، من يغير قانون الانتخابات؟ فلذلك أكو يعني بصراحة
يعني أولا هو ماكو حوار بين الحكومة والمتظاهرين، ماكو حوار رسمي جدي، يعني أكو أشخاص تطرح رؤية وبعدين يطلعون آخرين يقولون لا هذا مو رؤية كل الحراك أو كل الذين قيل عنهم بأنهم المتحدث. فلذلك يعني أتمنى أنه الأمم المتحدة هو تبنى هذا الموضوع، هي حلقة وصل بين كل الأطراف العراقية. نعم، مفهوم الكتلة الأكبر في قانون الانتخابات لربما أثار الجدل كثيرا وأدخل العملية السياسية أيضا في الكثير من المتاهات، وحسبت أيضا نقاط على جهات وشخصيات معينة في هذا الجانب. يعني الكتلة الأكبر بين اللي تفوز أول، يعني هذا أمر طبيعي، الكتلة الأكبر اللي هي حصلت على أعلى عدد من المقاعد في مجلس في الانتخابات. نعم، واضح هذا الموضوع. لكن أكو تفسير للمحكمة الاتحادية في 2010 حتى إذا بعد الانتخابات شكل كتلة أكبر، مجموعة نواب يشكلون كتلة يعتبر هاي الكتلة الأكبر. نعم، لكن لربما كان هنالك جدل حول مسألة تنقل النائب من كتلة إلى أخرى قبل تشكيل الكتلة الأكبر، والحديث عن شراء الذمم لبعض النواب من أجل تشكيل يعني لذلك أقول المقاعد. قوانيننا غير مكتملة، مقتضبة منفصلة هذه الأمور. في الدول الأوروبية ممكن تسمح لي بعد سنة أنه يتحول، يقول لك هذا أمر ديمقراطي، يعني أنا ما أجبرك أنه تبقى بحزبي. وأكو بعض الأحزاب يقول لك لا أنا يعني أنت مضيت كذا سنة معي وصرفت عليك ووصلت إلى قمة يعني الوصول للسلطة وبعدين بس وصلت عفت الحزب، يعني هذا يحدد قانون الانتخابات أو قانون مجالس النواب. نعم، يعني منفصل عندنا، أكو فقرات الآن أضيفت بهذه المسودات لكن كذلك منفصل. لكن يعني سيد الراوي مثل هكذا لربما فقرات كما ذكرتها غير مكتملة أو غير واضحة وتترك بهذه الضبابية تجعل هنالك ثغرات كبيرة في العملية السياسية وما أوصلت العراق إلى ما أوصلته اليوم. العراق اليوم لا يفتقد إلى الثقافة القانونية في هذا الجانب، الثقافة الديمقراطية. نعم، فلذلك أنا أشعر كل اللي يجري هو أمر طبيعي. اليوم سيكون هناك بداية إصلاح، ولكن أنا لا أتوقع في الأشهر القادمة إصلاح جذري حقيقي. نعم، حالة ظهرت مؤخرا في العراق وهي مسألة أن نواب ونائبات ظهروا في انتخابات 2018 نراهم في قاعة البرلمان ولم يفوزوا في الانتخابات، كيف من الممكن اليوم تفسير هذه الظاهرة وتداركها في تشريع قانون أو تعديل قانون الانتخابات؟ يعني وصلوا القبة البرلمان هم غير فائزين؟ لا أعتقد، ما أصور، لكن هناك خطأ، قد يكون خطأ في توزيع كوتا المرأة. نعم، صارت في بعض المحافظات، وأعتقد هناك 11 قضية أمام المحكمة الاتحادية حسمت بعضها ولم تحسم البقية، فلذلك استبدلت في الموصل نائبة بدل نائب، حسم الأمر. لكن هذا الموضوع بصراحة يعني المفوضية السابقة أقيلت، جاءوا قضاة، اليوم هناك بعض المقترحات بأن يكون مجلس المفوضين قضاة، هناك رأي من مجموعة خبراء وتشكيلة، يعني فلذلك الخلافات لا تزال قائمة وكبيرة. في بعض الدول يعني مثلا تونس هناك حتى استبدال مجلس المفوضين في كل دورة أو في كل سنة أو سنتين استبدل أحد أعضاء المجلس، وهناك اختصاصات متعددة من IT تكنولوجيا المعلومات، اختصاصات إدارة، اختصاصات مالية، اختصاصات قانونية، فهذا التنوع الاختصاصات يحتاج القانون. نعم، يحتاج العفو مجلس المفوضين أو مفوضية الانتخابات. اليوم يعني ما أعرف شو راح يتفقون على تغيير، يعني طبعا هذا هم خلاف سيكون كبير في مجلس النواب، من سيقود مفوضية الانتخابات القادمة، هذا سيكون خلاف كبير بينهم. نعم، وما أعرف هي إحدى النقاط الخلافية. نعم، في الكبير. تعديل هذا القانون. نعم، سعد الراوي نائب رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الأسبق، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا، حياكم.